السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب إدري. هتكلم النهاردة إن شاء الله في الحلقة الثانية من التعامل مع قناتك على اليوتيوب. هنا هنبدأ ندخل في حاجة مهمة جدا اللي هي الإعدادات بتاعة القناة. هذا طالع الإعدادات أو السيتنج بتاعة القناة. طيب بص كده، أول حاجة في الإعدادات عندي الإعدادات العامة، وهنا بتكلم على العملة. طبعا يفضل إن العملة تكون بالدولار الأمريكي، وبالتالي مش هغير هنا في العملة أي حاجة. طيب انا في مصر، اي دولة في العالم احنا بنشتغل على الدولار الامريكي. القناة هنا طبعا بتختار بلد الاقامة. طيب في هنا حاجة مهمة جدا اللي هي الكلمات الرئيسية، وده يفضل ان انت تدخلها لانها بتساعد في عملية البحث. لما يجي اي حد يبحث عن حاجة ممكن تكون قناتك من ضمن ايه معاملات البحث الموجود. طب اعمل فيها ايه بقى؟ مثلا انا القناة بتاعتي هنا عالم البرمجة، طيب هشتغل فيها على ايه؟ على الكمبيوتر مثلا، هكتب كمبيوتر، هكتب مثلا ايه التعلم البرمجة، برمجة الأطفال، سكراتش، وهكذا بقى. هتبدأ تشوف الكلمات الدالية اللي انت هتحتوي عليها القناة بتاعتك، واللي انت المحتوى اللي انت هتقدمه هتبدأ تحط هنا حاجة، بحيث ان لما اي حد يبحث عن اي حاجة من هديت يبدأ يعرض القناة بتاعتك كايه، كنتيجة من نتائج البحث الموجودة. طيب اضغط على الاعدادات المتقدمة. هنا بيبدأ يقول لك طيب الفيديوهات اللي انت هتقدمها في القناة بتاعتك، هل هي يا ترى هتبقى مخصصة للأطفال ولا غير مخصصة للأطفال، فإن لا أحمل مطلقا أي محتوى مخصص لهم، ولا أريد مراجعة هذا الإعداد لكل فيديو على حدة. طبعا أنا بقول لا، هي غير مخصصة عشان يبدأ يتعامل مع الإعلانات بتاعتي بشكل أفضل. طيب الترجمة، هنا عدم عرض أي كلمات يحتمل أن تكون غير ملائمة. هنا في بعض واحنا بنعمل ترجمة تلقائية ممكن ان هو يحط معنى غير المعنى المقصود، وبالتالي هل انت مش محتاج ان انا عاوز اعرض كلمة يكون المحتوى بتاعها اللفظ بتاع الترجمة غير مناسب، وبالتالي هقول هنا عدم عرض اي كلمات يحتمل ان تكون ايه غير ملائمة. طيب ايقاف الاعلانات، يبقى انت مش عاوز تخليها قناة ربحية، يبقى انت زي ما انت عاوز. لو انت عاوزها تخليها ربحية يبقى هسيبها، لكن لو انت مش عاوزها يبقى طيب. السماح للمشاهدين باقتصاص محتوى، طبعا جميع المشتركين على اليوتيوب اوقات بناخد جزئيات من بعضينا، حاجات بسيطه كده طبعا عشان تبقى ايه مش ضمن حقوق الطبع والنشر. طيب بيسمح بها اليوتيوب، وبالتالي هنا انت هتسمح لغيرك ان هو يقص منك ولا لا؟ لو انت عملت كده يبقى انا ما بسمحش لحد ان هو ياخد جزء من المحتوى بتاعي، لو انا عملت كده يبقى ايه سماح. طيب هنا الاهليه والاستخدام الميزات، كل اي حد مجرد ما يبدا يعمل قناه يوتيوب بيمكنه ان هو يبدا يرفع فيديوهات قصيره. طيب لو انا عاوز ارفع فيديوهات اكتر من 15 دقيقه يبقى لابد هنا طبعا في كلمه مؤهله وفي كلمه مفعله. مفعله يعني انا فعلت الميزه دي. طيب هنا الميزه الثانيه اللي هي كانت عشان نرفع فيديوهات تتجاوز 15 دقيقه، صور مصغره، البث المباشر، كان لازم ان انا اثبت القناه برقم ايه هاتف، لازم ادخل رقم هاتف وافعل الرقم الهاتف. طيب هنا لو انا عاوز بقى اعمل احداث مباشره واعمل استفتاءات والكلام ده كله، بص كده هنا هفتح بقول لك لو انت عاوز تسمع الحاجات دي كلها اللي هي الفيديوهات القصيره وتضمين احداث والروابط الخارجيه، لازم ايه اثبات حاجه من دول، لازم تاخد حاجه من الثلاثه دول، اما اثبات هويه عن طريق فيديو اتاكد ان انت بني ادم يعني طبيعي شخص، او بطاقه تعريف، رقم البطاقه بتاعت الاي دي بتاعك، الرقم القومي او رقم رخصه او اي جواز سفر او اي بيانات رسميه يعني. سجل النشاط في القناه، مجرد ما انت تبدا تشتغل في القناه ويبدا الناس ينضم اليك وكده فهو بيعملها لك تمام. يبقى لو عايز اعمل استخدام هيظهر الثلاث خيارات دول اهوت، اقول لي اختار مين فيهم عشان نبدا ان احنا ايه نفعل الميزه ديت عشان تبقى مفعله. طيب مشتركه كده. طيب هندخل على الاعدادات التلقائيه لتحميل الفيديوهات. لما انت بتيجي تحمل الفيديوهات بتاعتك طبعا بتكتب العنوان، فبالتالي العنوان ده يعني هيتغير مكان لمكان. طيب في عندي الوصف، انت بتكتب مثلا اي حاجه وبتكتب اعداد فلان الفلاني، فبكتب اعداد كذا كذا الاسم بتاعك يعني. هنا ممكن اكتب عالم البرمجه، ممكن ان انا اعمل مثلا اسم القناه بالعربي، اسم القناه بالانجليزي، الكلام ده كله بحيث ان هي تساعد في عمليات البحث. اي حاجه انت محتاج تكتبها بتكتبها هنا. طيب مستوى العرض، انت بتعرض الفيديوهات بتاعتك علن للكل ولا بروابط خاصه بناس معينه عشان يدفع فلوس، ولا هيبقى غير مدرج داخل القناه؟ انا بعلن كل الفيديوهات اللي انا بعملها بعملها علني، بالاضافه ان انا بحدد الايام بتاعتي. هنا العلامات، العلامات ديت طبعا زي الكلمات الدلائليه اللي انت هتستخدمها بعد كده، ممكن تعملها هنا او ممكن تعملها في كل فيديو على حده زي ما انت عاوز. ممكن اكتب مثلا اسم انا بس او اسم القناه عالم البرمجه، عالم
وممكن اكتب اسمي اللي انا كاتبه هنا في اعداد اسمي، عشان يبقى اسمي برضو لما يجي يبحث اي حد يبحث عن اسمي انا يجيب له كل الفيديوهات اللي تم تابعي اسمي. ممكن اكتب تقنية الكمبيوتر او تكنولوجيا المعلومات او زي ما انا عاوز يعني. هنا طبعا 32 من 500 حرف متاحة ليك، تمام كده. طيب الاعداد المتقدمة بقول هنا اول حاجة السماح بعرض الفصول التلقائية والمقاطع الرئيسية عشان يبدأ يقسم الفيديوهات لايه عشان تبقى ايه اكثر سهولة، ويسر ممكن استبدال الفصول المقترحة. طيب هنا الترخيص بتاعك لسه عادي ولا ترخيص كرييتيف؟ طبعا احنا كله عادي. هنا غير محدد، لا انت ولا هتحدد جزء معين انت هتشتغل على حاجات من ديت، ولا غير محدد يعني انت هتخليها ممكن لاي حاجة. انا لو عاوز اعملها مثلا جزئية معينة هقول ايه العلوم والتكنولوجيا، تمام كده. طيب يبقى بس افرض رفعت اي حاجة عادي مش مشكلة، ولكن الان سيبتها غير محدد يبقى تتضمن كل الحاجات دي كلها. طيب اللغة اللي بتاعت الشهادة او الترجمة لغة القناة بتاعتك العامة لغتها ايه؟ طبعا هنا هنختار اللغة اللي انا فيها اللي هي العربية. طب واحد ينفع يقول اختار اي لغة؟ عادي مفيش مشكلة، ولكن يفضل ان انت تختار اللغة اللي انت شغال بيها. طيب هنا طبعا بلا شهادة. هنا لغة العنوان، انا بكتب العنوان بتاع الفيديوهات باللغة الايه العربية يبقى هسيبها اللغة العربية، لو بالانجليزية يبقى هكتب بالانجليزية على حسب اللغة اللي انت بتعمل. طيب هنا التعليقات، هل تسمح بأي تعليق اي حد يكتب اي تعليق يظهر، ولا إحالة التعليقات التي يحتمل أن تكون غير ملائمة للمراجعة؟ يعني واحد كاتب كلام ممكن يكون محتمل كلام غير مناسب، وبالتالي في الحالة ديت اليوتيوب يوقفه لحد ما أنت تراجعه، وإما تقرر تنشره أو تحذفه. وممكن هنا أعمل زيادة مستوى التشدد، ومعنى كده هيبص على كل كلمة، لو في كلمة يعني من بعيد جدا احتمالية 1 من 10 إن هي تكون كلمة غير ملائمة هيروح حاططها في الليست على طول. إحالة كل التعليقات للمراجعة، لا أنا كل التعليقات لازم أبص عليها الأول قبل ما إيه تنتشر على القناة عندي، أو إيقاف التعليقات مش عاوز أي إيه تعليقات. طيب هنا في إظهار عدد المعجبين بهذا الفيديو، الفيديوهات بتاعتي وأنا ببص بتلاقي في عدد اللايكات كذا كام واحد عامل لايك، تمام. فهنا ممكن إن أنا أشيل كده يبقى كده مش هيظهر عدد اللايكات لأي فيديو، تمام. يبقى مش هيظهر عملية اللايك لأي فيديو، مش حد هيعرف أنا حد عامل عندي كام لايك. طيب هنا الأذونات، طبعا هنا الاونر او المالك بس هو المتاح. ممكن ان انا اعمل دعوات اهوت بايميلات تانية بحيث يديروا معايا القناة بتاعتي ويشتغلوا معايا على القناة. المنتدى بتاع اليوتيوب اهوت، وده هنا فلات البرمجة والاعدادات التلقائية بتاعت التعليقات بتاعته. هنا الاتفاقيات، تمام كده. اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تدخلش معانا بالاعجاب واشتراك معانا في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.